السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه أريدو. ده برنامج متخصص إن هو يفتح ملفات الـ IFC وتشتغل عليه. ده البرنامج اهوت، تقدر تقول له أوبن، تفتح أي مشروع يكون امتداده IFC أو GML أو XML أو DWG أو DSF. فهو بيفتح كل الامتدادات ديت، تمام. وليه امتداد خاص بيه ADL، نختار أي ملف فيهم، تمام. بتلاقي هنا الموديل، فتقدر تظهر الموديل او تخفيه. هنا الستوري، تقدر تخفي مثلا بعض الادوار زي ما انت شايف. هنا الكلاس، ما فيهوش تفريعات في الملف دوت. هنا ممكن اخفي له مثلا الول واسيب السلاب، او اخفي السلاب واسيب الول. الليارات اللي موجوده، تمام. وهنا تلاقي مثلا تفتح ملف، هنا تقدر تشوف الملف بشكل دوت، تقدر تعمل ووك جواه. تقدر تعمل دايمنشن، تقدر تتحكم في الإنارة تطفيها وتشغلها، الظلال. هو ملف ممتاز جدا إن أنت تفتح الملف في الـ IFC وتشوف الملف وتراجعه من غير ما يكون عندك اي برنامج خالص.